الهدف الرئيسي من هذا التحالف هو تنمية المواطن المصري، لأن كل الجهات الشريكة والموقعة على النطاق هي جهات في المقام الأول بتخدم المواطن المصري. الفكرة بسيطة للغاية، جمعيات تعمل في مجال عملها وبنشاط وهمة. إذا ما تعاونت مع الجمعيات الأخرى سيكون العائد مضاعف. لما يبقى فيه تحالف ويبقى فيه اتباع لتنسيق ما بين المجتمعات المدنية، هنقدر ان احنا نساعد بعض وهنقدر ان احنا نقدم الفرص ونعظم من مواردنا. زي ما الدولة واقفة جنبنا لازم نقف في ظهرها وجنبها ونساعدها ان احنا نحسن من بلدنا واهل بلدنا ان شاء الله. بنكون دلوقتي فرقة من كبار اللاعبين في المجتمع المدني المصري كلهم فيما يخصه عشان نشتغل نحو هدف واحد ومحدد، فده هيؤدي الى اضعاف النواتج اللي ممكن كل حد فينا ممكن يوصل لها لوحده. احنا لو مؤسسة اهل مصر هتشتغل في الحروق زي التخصص بتاعنا مع مؤسسة بنك الطعام اللي بتشتغل في الأغذية مثلا، فاحنا كده احنا بنعالج، هم بيوزعوا كراتين رمضان او اكل او كده المواطن هيوصل له كل الخدمات بصوره منظمه. هو احنا هدفنا ايه في الاخر غير ان المجتمع المدني يبقى بيتعاطف مع بعضه البعض، يبقى بيتكامل مع بعضه البعض. انا بوجه رساله لكل الناس اللي بتشتغل في المجتمع الاهلي. المجتمع الأهلي ده عبارة عن نوايا طيبة وخطط محطوطة علشان تشجع الناس على إنهم يصدقوا إن إحنا كلنا بنكمل بعض في عملنا.